سلايدز مثلا كمان بوريكم شارب كونتينرز بس من هون بليز شوفوها وريتهم هدول البوكسز اليلو بوكسز بتحطي عليهم بتحطي الشارب كونتينرز فيه بتحطيهم هدول الهم سبيشال ديسبوزل بتحطيهم لحال اون ذا سايد هلا احنا عندنا هدول ميديكال ويست بتحطيهم بالباكس هدول اوتوكليف باكس خصيصا للاوتوكليف الاوتوكليف زي جهاز بوصل درجة حرارة 121 سلسيوس يعني كتير حرارة عالية تقتل اي اشي اي نوع بكتيريا اي اشي بيكون موجود جواتها بتحطيه بالاوتوكليف بعمل اوتوكليفينج وصل ل 121 دقيقة ل 15 مينت تقريبا بعدين بنزل هلا افتر يو تيك الويست من الاوتوكليف هون بصير انه بتحطيهم باليالو باك زي ما شفتوهم هون عشان في عندك بالبايو هازارد لازم تكون كل شيء ليبل كل شيء مكتوب عليه ايش هو بتحطيه بالبايو هازارد هدول بيروحوا على محرقه باربد الملك عبد الله المؤسس عن جامعه العلوم والتكنولوجيا هلا لما تبعتي لهم اياهم في عندنا فايلات في عندنا كواليتي كنترول لكل شيء بنعمله باللاب لازم يكون دوكيومنتد ومكتوب هلا بنبعته على المحرقه هناك يكون مكتوب عليه ليبل من مختبر بايولاب لملك عبد الله المؤسس ايش نوع الويست اللي عم تبعتيها اي ساعه والكميه اللي عم تبعتيها لهم عشان ياخذوها منك ويحرقوها هذا يوجوالي يعني هيك وي مانج ذا ويست طب وين مش ثاني في حدا عنده سؤال انا عندي النيدلز برضه بتحطوهم بالاوتوكليف لا النيدلز بالشارب زي ما اوكي بنحط باليلو باك الشارب كامله بنحط اه نفسها زي ما هي يعني هاي البلاستيك هاي بنفتحها ونعاد هلا هي في لها ويت كلوزت اوكي بتفتح بعدين بتفكر مره لا بتفتح خلص اوكي وبتحطوها بالاوتوكليف بالاوتوكليف اوكي شكلك زي المنشفه او النشافه بتسخن مي وبتصير بصير يعني يعقم كل شيء عن طريق البخار لانه البخار درجه حرارته اعلى من درجه حراره المي على الستيم لما توصل درجه حراره 121 كثير ضغط جوا قنبله يعني بتوقع كثير عندك فير هلا هو مش بوصل درجه حراره معينه بعدين بفصل برجع ببرد زي هيك نفس الشيء هلا بوصل ليفل معينه بعدين بوقف هيك بكون كل شيء سترلايز كله معقم انت بتعيني درجه